السلام عليكم ورحمة الله. كلنا بيكون عندنا قصائص خشب زي دي كده ومش عايزين نرميها. تعالوا النهاردة نعمل بيها حاجة مفيدة. أنا هنا هرسم ريشة طولها حوالي 80 سنتي. لو ما كنتش بتعرف ترسم هسيب لك رابط في صندوق الوصف في أفكار كتير ممكن تنزل منها رسومات وتكبرها بالمقاس المناسب. بعد كده هبدأ أقصقص الرسمة باستخدام الكتر. بعد كده هجيب خشب MDF حوالي 3 ملي وابدأ ارسم عليه الرسمة وابدأ اقصقصها باستخدام منشار الاركت. اول حاجة هنعمل قطعة الخشب اللي في منتصف الريشة. ممكن تعملها قطعة مستقيمة كده من البداية وتريح دماغك، ولكن لو حابب تعمل قوس فهتتعب شوية لانك هتبدأ تقصقصها وتلزقها عشان تجيب القوس. تعالوا نشوف مع بعض. هنبدأ نقصقص الخشب وهنلزقه بالسوبر جلو عشان يكون سريع طبعا، وبعد كده طبعا هنثبته لما نخلص خالص بالمسامير من الخلف. بعد كده هرسم القوس على الخشب وابدأ اقصه بمنشار الشريط. نبدأ نثبتها بالسوبر جلو وبعدين نثبتها بمسامير الدباسة من الخلف. وبعدين بصنفرة الدبابة هبدأ أشيل النتوءات والأجزاء الزايدة في قطع الخشب. نبدأ بعد كده نجيب قطع الخشب والفضلات اللي عندنا نبدأ نقصقصها زي ما هنشوف مع بعض. انا طبعا هنا هقصها بزاوية ميل وهبدأ ألزق اليمين زي الشمال. هحاول اقصقص طبعا سمكات او اعراض مختلفة من الخشب بحيث كلها تتجانس مع بعضها. طبعا بتحدد الالوان المتوفرة عندك وتبدأ تدمجها بالتدريج زي ما هنشوف مع بعض. الافضل في طريقة التثبيت انك تستخدم السوبر جلو وبعدين في النهاية من الخلف تبدأ تثبت الشغل ده كله بالدباسة أو بدباسة الهواء. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نقلبها كده. وبعدين نبدأ نرسم الريشة من الخلف عشان نقصها ونشيل كل الزيادات. ده كده شكل الريشة في النهاية. هبدأ طبعا اعملها ثقب من الخلف، ثقب مايل كده، وابدأ اثبتها على الحيطة.
طبعا ده شكلها، ولكن مش هيكتمل الا طبعا ببقية قطع الاساس. طبعا دي الفكرة سهلة جدا انك تنفذها ببقايا الخشب المتوفرة عندك. لعبتكم هنا جميعا بالتوفيق، اللهم اجزينا جميعا خير الدنيا والاخرة، وهسيب لكم في صندوق الوصف رابط فيه افكار كتير تقدر من خلالها تستخدم بقايا الخشب. والسلام عليكم ورحمة الله.